عشان هشام دلوقتي انت عندك مشكله بتواجه النادي الاهلي في المهاجم. انت ما عندكش في الوقت الحالي غير وسام ابو علي، وكهربا مش في حالته يعني، ده واضح حتى في اللقاء الالومنيوم اللي لعب فيه ما كانش في الحاله. يحلها ازاي الازمه دي؟ يحلها ازاي كولر؟ ما انا بشوف دايما، بس هو ما بيعملش كده كولر، بيرسي تاو يعني، ساعات بشوفه اللي بيبقى حل من الحلول ايام موسيماني كان دايما هو بيحطه قدام عشان بيسيب له المساحات يجري فيها كلها. ما بيلعبش بدماغه كويس، لكن او مش مهاجم هو صريح، بس عنده تحركات واختراقات في العمق يا احمد حسن كتير جدا جدا جدا. بيعرف يروح للجون من اقرب حاجه، لان هو كمان انت الجون قريب بالنسبه له، غير لما يبقى على الطرف بيجري كده وبعد كده يعدل. هو بيجري من العمق فتح الله فبيروح على الجون على طول. انا شايف ان هو لو اتوظف الحته دي ممكن، لكن كولر ما بيعملش كده كتير، لان هو بيبقى عايز الصريح، عايز يعني وسام، عايز كهربا يرجع لفورمته تاني. كهربا فعلا يعني انت محتاجه مفيش شك، هو بقى كل صحيح. ما بيبقى كهربا فت قوي بيحصل مشكله تقعده، وانت خلاص انت المفروض لازم يعني تشوف الراجل اللي قدامك ده بيتعامل معاك ازاي. كولر انت اتقرصت منه في يوم فرح اختك، ما ينفعش بقى اجي في في في, في تمرينه بعد الماتش في الاستاد اقول لهم انا مش هقدر اتمرن هطلع، خلاص ما انت قعدت، انت اللي بتقعد نفسك. عايز يمشي؟ ما اعتقدش. يعني ما بقاش بقى كل الحرب دي كلها اروح العب في الاهلي وان انا ابقى في الاهلي وبعد كده عايز امشي، لا ما اعتقدش يعني. سؤالي يا فتح الله، انت وهشام مين اللي اقرب للفوز، بيراميدز ولا الاهلي؟ هي يعني الدوافع هنا زي هنا، يعني عايز اقول لك 50 50 طبعا، هي الدوافع الدوافع هنا، بس يعني الاقرب في المباراه دي اللي شايفه للمكسب ده صدقني صعب. المباراه وظروفها، فرقه لازم تكسب عشان بتجدد امالها في انها تتنافس على الدوري. يعني فرقه ثانيه، الاهلي فاز في اللقاء الماضي بخبرات لعيبه النادي الاهلي والكلام ده كده، علشان بيراميدز يفوز في اللقاء ده مطلوب منه ايه؟ سريع بس، طالما انت بتقول 50 50 هي 50 50 والماتش ممكن يروح لتعادل، لكن بيراميدز عايز ماتش بدون اخطاء زي ما قلت لك في اول حلقه، ماتش بدون اخطاء في تشكيلك، في تدخلاتك، في تغييراتك، توقيت تغييراتك، اسلوب لعبك، هتضغط من انهي مناطق، هتحمي ال 20 متر اللي في ظهر المدافعين اللي الاهلي بيستغلهم ازاي، اللي ظهروا كان في ثغره مثلا الماتش الاولاني عندك مساحات في خط الظهر هتدافع عليها ازاي. فالحاجات دي كلها لو قدرت تحلها وتغييراتك كانت مظبوطه قوي وتدخلاتك في الماتش مظبوطه قوي، واعتقد الماتش هيبقى صعب على الاهلي. صحيح، تتفق شمع فتح الله؟ انا شايف 50. بص انا قبل الماتش الاولاني قلت الاهلي هيكسب الماتش الاولاني عشان بيراميدز هيتفاجئ بجمهور النادي الاهلي ان بيلعب فرقه قويه جماهيريه، فانا قلت ان الاهلي هيكسب الماتش الاولاني، قلت الثاني هيبقى تعادل. بس هقول لك حاجه، في تحول دلوقتي في الثاني، ان النهارده الموضوع التذاكر ده استفز اللعيبه والجماهير، فبيراميدز اللي ضغط نفسه في الماتش الثاني، يعني هو كان خلاص هو لعب الاهلي فخلاص انا مش خايف من الاهلي بعد كده. لما هلعب تاني مش هخاف منه عادي يعني. هشوف بقى ايه نقط الضعف اللي هشتغل عليها انا كمدير فني، بكلم كمدير فني يعني بتاع بيراميدز، يعني هشتغل على ايه واللعيبه هتبقى عارفه انا هشتغل منين وهخترق منين واجيب امتى واجيب جون امتى، اهدي الملعب امتى وهدي الريتم امتى. فانا اعتقد ان هو ضغط نفسه. بنسبه أحمد. كام الاهلي بنسبه كام؟ بنسبه كام الاهلي؟ بنسبه 70 ل 70 30. كابتن هشام، كابتن فتح الله، واثق انت؟ واثق. انا واثق في الجمهور، في لعيبه الاهلي جدا جدا، وعايز اقول حاجه، هي اداره فنيه اكبر يعني، الفنيات اكتر بكره من المدير الفنيين هم اللي هيحسموا. انا شايف ان المباراه في جزء كبير مش فني، لان الفرقتين فنيا مستواهم عالي. انا شايف ان الضغوط النفسيه اللي هيقدر يتخطى الضغوط النفسيه في اللقاء ده، انا اعتقد ان هو يقدر ان هو يحسم. بس الاداره الفنيه، انا بتكلم عن الاداره الفنيه، انا بتكلم عن الاداره. انا بتكلم عن الضغوط النفسيه. طبعا بالنسبه للعيبه داخل الملعب.